السلام عليكم أعزائي الطلاب والطالبات، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، واليوم حنبدأ معكم في شابتر 7 Multimedia Networking زي ما وعدناكم. بالنسبة للمالتيميديا نتوركينج أشياء ممتعة إن شاء الله حتتعرفوا عليها، كثير منها بيلزمكم في الحياة العملية وبتحتكوا فيه في تعاملكم مع البرامج المختلفة. في السيلبوس يعني إيش بناخذ في هذا الشابتر؟ عندنا مالتي ميديا نتوركينج أبليكيشنز، عندنا الستريمينج ستورد فيديو، والفويس أوفر أي بي، والبروتوكولات الريال تايم، ونتورك سبورت فور مالتي ميديا. نبدأ بأول سيكشن اللي هو مالتي ميديا نتوركينج أبليكيشنز. كيف نتعامل مع هذه الأبليكيشنز؟ هنستذكر شوية الأشياء اللي درسناها في Data Communication مع بعض. في عنا الـ Analog Audio Signal Sampled at Constant Rate، تمام؟ فكينتو Sampling والـ Quantization، هذا من فوق لتحت لما قسمنا، هذا عبارة عن Analog Signal لما قسمناه Vertically، هذا عبارة عن الـ Sampling، إذا قسمناه Horizontally بكون هو الـ Quantization. فالتليفون مثلا 8000 samples per second، يقسم هيك خطوطه رأسية 8000 sample per second. السي دي سواء ميوزك أو شو ما كان على السي دي، إذا أوديو 44100 sample per second، تمام؟ إذا للسي دي كلكم عملتوا مع السي دي سابقا 44100 sample per second. Each sample هلقيت نعمل له quantization، كلهم يعني نعمل لهم quantization، شبهها بأنها كأنها عملية تقريب rounded. It is rounded. مثلا 2 power 8 لو قسمنا كل sample ل 256 value، 256 value quantized value تقريبية، فأنا عندي 8 bit، يعني بقول هذا الصوت معمول له encoding على 8 bit، أو الدبس تبعه بنسميه الدبس 8 بت. أما إذا كان الدبس 16 بت للأوديو، فبكون أنا قسمت ل 2 باور 16 فاليو، يعني أكثر من 65000 فاليو في كل سامبل. طبعا بكون الصوت أدق وأوضح في حالة ال 2 باور 16 من حالة ال 2 باور 8. Each quantized value represented by bits اللي هي 8 bits لل 256 فاليو. طب نسأل سؤال، ليش اخترنا ال 44100 للميوزك هذه أو الصوت؟ ليش اخترنا 44100 sample per second؟ فكروا. طيب هذا الـ quantized value analog signal، إذا بتتذكر في الـ data communication كان في عندنا quantization error، اشتغلنا لما اشتغلنا الـ PCM الـ pulse code modulation، في كان عندنا quantization error لأنه أنا بفقد في كل عملية تقريب quantization بفقد جزء من الداتا، من الدقة بتاعت الداتا. طيب sampling rate كنا متعودين نسميه N، كويس. هذا جواب السؤال why 44100 كيلو sample يعني للأوديو sampling، ليش بتم هيك؟ نيكويست لو، تذكروا معايا ايش هي النيكويست ثيورم؟ كان في عنا نيكويست ثيورم في الداتا كوميونيكيشن، the sampling rate must be at least 2f maximum، ها سميناها بطريقه ثانيه twice the highest analog frequency. اذا السامبلينج ريت must be twice the highest analog frequency، هذه كانت نيكويست ثيورم. السي دي يو سي دي عفوا use sampling rate 44100 كيلو هرتز، كويس؟ كيلو سامبل هي بالأحرى، كيلو سامبل، because it allows for a maximum audio frequency. إذا الأوديو فريكونسي قديش؟ نص هذه. إذا هذا sampling rate فهي الأوديو فريكونسي 22000.05 كيلو هرتز، تمام؟ طيب إيش المعنى يعني؟ إيش القصد؟ قال لك the human ear، ذان الإنسان، can detect sounds from roughly 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، خلص. ذان الإنسان بالذات التين ايجر الصغير
بتوصل يعني في سماحة لعشرين ماكسيموم 21,000 هرتز، كويس؟ فأنا بلزمنيش زيادة عن هيك، ما دام بلزمنيش زيادة عن هيك فيش داعي أعمل فريكونسي أعلى من هيك، معناته فيش داعي أعمل سامبلينج برضو أعلى من ضعف هذا الفريكونسي. إن هاي الفريكونسي 22,000 وهي السامبلينج اللي هو ضعفه بكون قلنا twice the maximum frequency حسب نيكوست ثيرم، فكان السامبلينج 44,100 ولا يلزم أكثر من ذلك. So there is little reason to record at higher sample rates. Okay. نظلنا في الملتيميديا الأوديو. إذا example 8,000 sample per second، لو اعتبرنا قسمنا الصوت هذا الأنالوج ل 8,000 sample per second واعتبرنا أنه كل sample بنقسمها ل 8 bit، 8 bit معناته قديش؟ 256 value quantized value، كويس؟ فبطلع عندي حجم الداتا السكند الواحدة قديش فيها؟ 64,000 bit per second. من وين جت؟ 8,000 في 8,000 مظبوط؟ أو في 8 عفوا، 8,000 في 8، عندي 8,000 سامبل وكل سامبل عبارة عن 8 بت، فعندي 64,000 بت بير سكند. إذا كل سكند واحدة هي 64,000 بت حجمها. Receiver converts bits back to analog signal. عند الريسيفر هذه البيتس اللي تحولت لديجيتال وتم إرسالها عشان يسمعها الإنسان، بقدرش يسمع الديجيتال الإنسان، لازم تتحول back to analog، فبيحولها back to analog. فاكرين كيف درسناها في الداتا كوميونيكيشن؟ وبترجع هذه عبارة عن analog signal. طبعا some quality is lost، some quality reduction، في quality is lost اللي هي زي quantization error، زي هذه المنطقة وهذه المنطقة quantization error هذه فقدت من الصوت الأصل. Example rates المشهورة، في عندنا CD قلنا 1.411 ميجابيت بير سكند، ميجابيت بير سكند هذا حجمه بير سكند، الريت تبعه 1.411 ميجابيت بير سكند، هذا للسي دي. ال MP3 اللي هو مشهور جدا، ال MP3 في عندي 96 في 128 وفي 160، مش ميجا، كيلو، صغير صغير كثير حجمه، كيلو بيت بير سكند، لذلك أخذ شهرة كثيرة الـ MP3 لأنه بياخذ حجم صغير، الريت تبعه قليل. إنترنت تليفوني طبعا لسه أقل، تليفوني لأنه حديث الإنسان مرحبا مرحبا، 5.3 كيلو بيت بير سكند and up. طب نيجي للفيديو. كيف بتم التعامل مع الفيديو؟ الفيديو عبارة عن sequence of images، أنا عندي مجموعة images جاية وراء بعض زي في هذا السلايد، شايفين كيف؟ هي صورة وراها صورة وراها صورة، ونتفرج على المذيع إحنا اللي شايفينه على التلفزيون أو على شاشة الحاسوب أو الجوال، لكن هي الصور جاية متتالية وراء بعض، تمام؟ فعندي 24 images per second ممكن أستخدم، مثلا 24 images per second تيجي وراء بعض. الديجيتال ايمج عباره عن ايش؟ عباره عن array of pixels، بيكسل 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 بيكسل، كلها بيكسل، array of pixels each pixel represented by bits، وكل واحد عباره عن، كل بيكسل واحد عباره عن مجموعه من البيتس، قد تكون 8 بت 16 بت حسب الارسال او حسب ما هو مخزن الانكودينج تبعه. طيب كودينج يوز، بقصد هذا الانكودينج يعني الضغط، الضغط يوز redundancy within and between images. اذا الصوره الواحده فيها تكرار، بمعنى في مثل هذا الصوره قيم الاو بيكسل الاول هي نفس قيم البكسل الثاني، لانه شايف لون واحد في السماء، هذا كلها لونها ازرق، واحيانا اذا في اختلافات بسيطه جدا بضيعها، بتغاضى عنها بحيث يضغط الصوره، بيعتبر انه فيش خلافات، فبيعتبر كلها نفس القيمة، هذه البيكسلز أول كم سطر كلها نفس القيمة، بعدين كمان سطر اللي بعده نفس القيمة، السطر اللي بعده لحظة في اختلاف بسيط، قد يختلف عن السطر اللي قبله، لكن بطلع السطر كله نفس القيمة. ففي الحالة هذه في redundancy، في تكرار، فممكن نقول مثلا البيكسلز من رقم واحد إلى رقم مثلا
500 كلها نفس القيمة، بحط قيم الـ RGB تاعتها الألوان وخلص كلها نفس القيمة، فهيك ضغطها بشكل كبير جدا. هذا على مستوى الصورة الواحدة. إذا redundancy within نفس الصورة and between images، وبين الصور نفسها من صورة لصورة كمان، لأنه قد تأتي الصورة اللي بعدها مشابهة لها. To decrease number of bits used to encode image. إذا في عندي طريقتين للضغط، لضغط الصورة، في spatial اللي هو within image زي ما شفنا البكسل هذا والبكسل هذا نفس الصور نفس القيم ماخذة، وفي temporal. التمبورال from one image to the next، تمام؟ التمبورال from one image to the next، يعني هذا البكسل الأول في الصورة I هل هو نفسه قيمته نفسها في الصورة I plus 1؟ احتمال كبير يطلع في الصورة I plus 1 و I plus 2 و I plus 3 و I plus 4 البكسل الأول نفس القيمة، وممكن تلاقي البكسل الثاني نفس القيمة. أنا بدي أشوف إذا البكسلات اللي بتتكرر ما بين الصور، تمام؟ فهنعرف الـ Special Coding Example instead of sending n values of same color مثلا all purple مثلا send only two values، تمام؟ color value and number of repeated values، جيب قيمة الـ value هذا وبعدين كم بيكسل لهم نفس القيمة. في الـ Temporal instead of sending complete frame at i plus 1، تمام، send only differences from frame i. اذا هذا الفريم i plus 1 بدي اشوف ايش الفروقات والاختلافات اللي اختلف فيها عن الفريم i، وارسل بس الفروقات، فيش داعي ارسل كل فريم. فلذلك ممكن ضغط الفيديو بشكل كويس. اذا في عندي انواع من الضغط، في عندي CBR او من الارسال، في CBR Video Encoding Rate Fixed اللي هو Constant Bitrate، خلاص الريت ثابت طول عملية إرسال الفيديو، وممكن يكون Variable متغير. Video Encoding Rate Changes as Amount of Spatial أو Temporal Coding Changes، فإذا صار في تغيرات كبيرة بزيد حجم الفيديو الريت تبعه المرسل، فيش تغيرات كثيرة بقل حجم المرسل، تمام؟ لأنه فيش حاجة يرسلها، التغيرات قليلة. في examples على الفيديو encoding، في الامبيج 1 وفي الامبيج 2 والامبيج 4. الامبيج 1 1.5 ميجا بت بير سكند، الامبيج 2 أعلى 3 ل 6 ميجا بت بير سكند. لكن لاحظ الامبي 4 اللي أنا برفع لكم فيه الملفات بخزنها وبعملها encoding امبي 4 often used in internet، لأنه استخدم الانترنت، أقل من 1 ميجا بت بير سكند، حجمه صغير. الامبيج 4 مشهور لأنه حجمه صغير. بعرف كثير منكم بيقرأوا امبي جي 4 أو امبي جي 1، لا، هو الصحيح قراءته الصحيحة امبيج 1 امبيج 4. فبالنسبة للفيديو السبيشال كيف بتتم عملية التخزين أو الانكودينج عفوا والضغط، زي ما قلنا هيو صورة ورا صورة ورا صورة ورا صورة، فهو بتطلع في الفضاء كأنه تمبر، لا بتطلع في الزمن في الفضاء إيش في حاجات متشابهة وبتغطها، إيش في حاجات مختلفة بسجلها، كويس، بين صورة لصورة. طبعا في كثير من الأشياء زي ما أنا قاعد بعرض لكم السلايدات هذه، بقعد زمن طويل والسلايد نفسه فضغطه سهل بياخد حجم قليل إني أضغطه، أو صورة مذيع تلفزيوني بتكلم الخلفية ثابتة تقريبا وراء تحركات وجهه قليلة جدا، فبصير ايش الضغط يعطيني بشكل كبير بضغط. من الامثله المشهوره طبعا الانكودينج امبيج 2، لاحظوا بضغط حتى من 100 لواحد، يعني من 100 لواحد بضغط الامبيج 2. الامبيج 4 لسه افضل، ممكن يضغط من 100 من 200 قيمه لقيمه واحده، اذا بضغط 200 مره، بقلل الحجم بمقدار 200 مره اللي هو الامبيج 4. اوكي، المالتي ميديا نتوركينج عندنا 3 ابلكيشن تايبس، لكن زمن التسجيل اللي هو 15 دقيقه انتهى، فحنكمله في محاضره تاليه، بنبدا من هذا السلايد ان شاء الله. يعطيكم العافيه.